تمكن الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم للراليات 9 مرات من الفوز بالمرحلة الثانية من رالي دكار الصحراوي الذي يقام في حائل بالمملكة العربية السعودية. قطع لوب المسافة البالغة 338 كيلومتر بين حائل والقيصومة خلال 3 ساعات و25 دقيقة بفارق 3 دقائق و28 ثانية أمام القطري ناصر العطية بطل المرحلة الأولى التي أقيمت الأحد، وبفارق 5 دقائق و52 ثانية أمام الإسباني كارلوس ساينس الذي حل ثالثا. جاء الفرنسي ستيفان بيتر هانسل في المركز الرابع بفارق 7 دقائق و56 ثانية، في محل السعودي يزيد الراجحي في المرحلة السادسة بفارق 8 دقائق و41 ثانية. وكان الطريق بالنسبة للوب البالغ من العمر 47 عاما جيدا ومرئيا طوال الوقت، وفي النهاية أصبحت المنافسة حقيقية بين سائقين في بطولة العالم للراليات على حد تعبيره. أما بالنسبة لفئة الدراجات النارية فقد حاز الإسباني خوان بارديا بورت على المركز الأول بزمان 3 ساعات و31 دقيقة و20 ثانية بفارق 5 دقائق و33 ثانية عن البريطاني سام ساندرلاند. تقام المرحلة الثالثة في يوم الثلاثاء بين القيصومة والأرطاوية على مسافة 636 كيلومتر بينها 255 كيلومتر مرحلة خاصة.